أولى مساحتنا الطبية طبعاً زينب رح نحكي فيه عن الزهايمر يلي بيصيب فئة كتير كبيرة من كبار العمر، لكن هل يصيب الشباب؟ هذا السؤال أكيد رح يجاوبنا عليه دكتور تامر أخصائي بالأمراض العصبية والجراحة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. ينعاد عليك بكل خير يا رب. وبالتأكيد بالخير عليكم وعلى المواطنين جميعاً إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي لنا ساعة تحت الهواء ونسألك أسئلة عن الزهايمر. أول شيء خلينا نبدأ بتعريف الزهايمر كمصطلح بعدين بنفوت بالتفاصيل. الحقيقة الزهايمر إذا نحكي بمصطلحات طبية هو مرض تنكس عصبي بيصيب الخلايا العصبية والنسيج الدماغي العصبي، وبيؤدي إلى بنسميه بالعلم الطبي إلى ضمور دماغي مترقي، وهذا الضمور بيرافقه تعطل بالوظائف العليا للدماغ. يعني بالعامية ببلش الدماغ يفقد مقدراته العقلية نتيجة تخرب الخلايا اللي فيه، فبفقد حجمه ووزنه، وبالنتيجة بيكون بلش يفقد الوظائف اللي بيقوم فيها، اللي أشعة والأشهر من بين الناس هي الذاكرة، الذاكرة القريبة. الحقيقة هي مو بس الذاكرة، هي بتأثر على معظم وظائف الدماغ بالتدريج. أول شيء ذاكرة، بعدين بتنتهي بمحاكمة، بقدرة على حل المشاكل، وبالحالات المتقدمة حتى الحركة. نعم دكتور، مين أكثر الأشخاص يلي منقول مرشحين أو عرضة للإصابة بالزهايمر، وحتى العمر يلي بيكون منقول الخطر إذا بدنا نقول؟ هلا الحقيقة هي الأشخاص اللي بيتجاوزوا 65 عام. هون في نظريات بالموضوع، احصائيا بتقول انه نحن بعد سن ال 65 بتضاعف عدد الاصابات كل 5 سنين. يعني لو نوصل لمرحله فوق سن ال 85 50% من الناس بيكون صابون الزهايمر. طبعا هو نسبه كبيره، وهذا بيدل على ارتباط هذا المرض مع العمر. هي الاشخاص اللي عندهم قصه وراثيه، يعني حدا بعائلتهم، هن في نسبه اكبر انه يظهر عندهم المرض عند تقدمهم بالعمر. كمان في شغلة، المرضى اللي الأشخاص اللي عندهم أمراض تؤثر على تروية الدماغ أو على الجملة العصبية، مثل السكر، مثل الضغط، مثل الاحتشاءات القلبية المتكررة أو الجلطات الدماغية. نعم. طب دكتور، شو عوامل المؤدية للزهايمر؟ في شيء معين ممكن يؤدي للواحد أنه يفقد جزء من الذاكرة؟ هلا انت لنا نحن حكيناها ضمن سياق الجواب الاول. اول شيء هو البنيه الوراثيه او التاهب الوراثي، اذا في حدا بالعيله عنده هذا المرض فبتكون عيلته نسبه الاصابه عندهم لما بتقدم بالسن اكبر، بترافق مع التقدم بالعمر. وهذا قلناه الامراض الجهازيه اللي قلنا بتاثر على الدماغ، في نسبه بتصير عندهم بسبب حدوث ردود دماغيه، يعني تعرض لحوادث سير، عنده رد متكرر على الدماغ. في زهايمر مؤقت وزهايمر دائم ولا لا؟ لا، هو الزهايمر قلنا تنكس عصبي، فبالتالي هي الخليه العصبيه تموتت. للاسف الخليه العصبيه خليه نبيله ما بتتجدد، يعني اللي تموتت ما رح يتجدد مكانها خليه جديده. ممكن خليه تاخذ محلها بالشغل احيانا، بس ولكن ما بيتجدد كعدد رقم الخلايا. دكتور، نسمع كثير من الاشخاص اللي حتى عندهم بالتحديد قصه وراثيه انه يحموا حالهم ممكن بالفيتامينز اللي بيركزوا اكثر يمكن حتى على المكسرات، شو مدى صحه هذا الشيء؟ ممكن يحميهم نوعا ما او حتى ياخر الاصابه بالزهايمر او لا؟ هلا الحقيقه هي النظريات كثير كثير انتشرت، خاصه مع تقدم البشريه بالعمر. يعني صار متوسط سن الإنسان هو فوق 70 سنة. النظريات بتقول أول شيء عن ارتباطه بالغذاء، أنه نحن نبتعد على العناصر اللي فيها ألمنيوم، يعني المواد المعلبة، بعض الأواني اللي بيكون فيها ألمنيوم اللي بنطبخ فيها، بعض أدوات الطعام اللي فيها ألمنيوم. هاي طبعا اجت توصيات أنه نحاول نبتعد عنها. اثنين، التغذية بترتبط بمضادات الأكسدة. الحقيقة البروتينات اللي بتسرع أو بتزيد من عملية تنكس الخلية العصبية كتير بتتحارب ناخد مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة الموجودة بزيت السمك، الموجود اللي نحن بنوصفها بشكل دائم للمرضى الكبار العمر، اللي هو الأوميجا 3 المشهور، وبعض الخضروات الطازجة. يعني يزيد نسبة الخضار، في الخضار الطازج يعني اللون الأخضر في طعامنا، عن نسبة الدهون خاصة الغير مشبعة الموجودة بالطعام أو اللحوم حتى. طبعا الرياضة والصحة البدنية كثير بتساعد في هذا الموضوع، بأنه نحافظ على، بتعرفوا المثل المشهور، العقل السليم في الجسم السليم.
طب في كمان ناس بيقولوا الناس العصبيين كتير ممكن يكونوا أكثر مثلاً للإصابة بالزهايمر، أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، إلا علاقة ولا لا؟ هلا هذا الارتباط المباشر حقيقة مو موجود بهيك بنفس الصيغة اللي بدها توصل للمشاهد، ولكن الإنسان عصبي أو الإنسان التوتري الانفعالي لنكون أدق بالتعبير العلمي معرض أكثر لحصول أمراض جهازية بسبب التوتر الانفعالي اللي بيؤدي لارتفاع هرمونات معينة أو مواد كيماوية معينة في الجسم، خاصة الأدرينالين الكورتيزول اللي بيؤدي لارتفاع الضغط وحدوث السكر، وهذا كله بيأثر على وجود تصلب شرايين وبالتالي بيؤدي لنقص تروية دماغية. دكتور بنسمع أنه الشباب بأعمار صغيرة بيقولوا لك أنا نسيت، ما عم بتذكر، ذاكرتي ما أنا مثل قبل. سيدات بعد الولادة بيشوف هي الشكوى كتير منتشرة أنه أنا عم بنسى، هذا الشيء ممكن يكون له علاقة بالزهايمر، نقص فيتامين معين، أو شو سببه؟ الحقيقة لا، مو زهايمر، لأنه الزهايمر نرجع لتعريفه هو مرض تنكسي. هلا نحن عم نحكي هون مشاكل الذاكرة. هلا أول شيء هي مانا نسيان أو فقدان ذاكرة قريبة مؤقت، هي نحن بنسميه نقص تركيز وتشوش بالذهن، يعني الدماغ نفسه عم ينشغل بأكثر من عملية جارية وهو عنده الأولوية للعمليات أكثر ما أنه يحفظ المعلومة ويستعيدها بوقتها. طبعا هاي الآلية كثير مننا ما بنتبه عليها، أنه وين حطيت المفاتيح، شو أكلت مبارح. أنا بكون عم بحكي على الموبايل دكتور، بقول لهم وين موبايلي. هاي الأمور لأنه دماغنا عم يفكر بغير شيء بنفس الوقت اللي نحن عم نسأل بهذا السؤال. صح نحن عم نسأل السؤال بس، ولكن الدماغ عم يقوم بعمليات تانية أثناء هاي الإجراء. هون القليل من التركيز طبعا تنظيم الأمور الدماغية ممكن يساعد المريض. طيب دكتور، في مراحل للزهايمر يمكن بمر فيها كل مريض، خلينا نحكي عنهم والمرحلة الأخطر، وهل يمكن يعني أنه نلحق المريض ممكن معالجته يتحسن ولا لا؟ هلا نقول المراحل هي حقيقة أربع مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة الأخف وهي اللي كتير مهم إنه نحنا إذا بدنا نحاول نبطئ المرض إنه نكتشفه بهاي المرحلة. مرحلة هون بتبلش بظهور أعراض فقدان الذاكرة اللي نحنا جزء ما كتير ننتبه عليه، أو حتى المريض يرفض يعترف إنه في عنا مشكلة بهاي المرحلة. بس ولكن هون أنا بدي هذا السؤال الأهم، إنه ايمت بيقول انه هاي الفقدان ذاكره بسبب تشتت الذهن ونقص التركيز، ولا هو بسبب وجود بدايه الزهايمر؟ اول شيء عند الكبار بالعمر بلش ينسى شغلات روتينيه، يعني احنا مهما كنا متشتتين ما بننسى انه نحن اكلنا وكنا جوعانين واكلنا. هو لا، ممكن ينسى هذا الموضوع، ممكن ينسى موضوع شغلات أدق من هيك، مثلا ينسى أنه هو عادة بينام هاي الساعة، يقول لك أنا لا ما بنام، دي نام بعد شوي، أنا دائما بنام بعد شوي. بينسى أنه مثلا هو قابل الشخص، راح الشخص اسأليه فورا أنه أنت قابلت فلان؟ لا ما قابلت فلان. هون نحن عم نحكي على بداية مهمة. المرحلة الثانية وهي اللي عادة بتشخص فيها المرض وبتبلش فيها المشاكل، بزيد نقص الذاكرة، بزيد بشكل واضح، مريض بصير بياكل وجبة بنساها، بياخد الدواء بنسى انه اخذ الدواء، حتى الاشخاص اوقات دكتور بينساهم، وبنسى الاشخاص، بنسى اول شيء بينسى انه شافهم او بنسى انه حكى معهم، انه ليش ما اجت اختك، ليش ما اجى اخوك، طب ما كان اخي هلا من شوي قاعد معك، لا ما اجى، ما شفته، حكي ليجي. بعدين بينسى، بصير مثلا شوف ابن ابنه بقول له انت، بيحكي باسم عمه، بيحكي باسم خاله. هاي المرحلة بتترافق مع اضطرابات انفعالية، لانه المريض بلش يحس انه في شيء غلط، ببلش يدخل الخوف، بلش يدخل الكآبة والانعزال، ما بده ناس تشوفه بهي الحالة اللي عم يصير فيها. هون بتظهر عليه اعراض نفسية. بهاي المرحلة كمان اللي واضح عنا بيصير انه المريض بلش اذا عم يشتغل اي شغل بلش يوقف يشتغل هذا الشغل، لانه بصير ما عنده قدرة انه يتمم العمليات الدماغية العليا. المرحلة الثالثة هي بلش الاخطر، هون ترافق مع اضطرابات بالوظائف اليومية، النوم، بصير المريض في عنده هياج، احيانا بنام بالنهار في بالليل،
بصير عنده مثل ما حكينا هياج، اضطرابات عاطفية شديدة، بينسى يقوم بوظائفه اليومية اللي نحنا من أولى، بصير عنده صعوبة بأنه يأكل، أنه يشرب، أنه بده يفوت على الحمام. بالمرحلة الرابعة بيدخل المريض بعجز دائم، مثل ما قلنا تحت الهواء أنه المريض مثلا أحيانا بحط اللقمة بيتمه ما بقى بيبلع، ما بقى بيتذكر أنه يقوم بالوظائف الداعمة الحياتية، يعني النظافة الشخصية اللي بده يقوم على الحمام، صير بده مساعدة بكل وظائفه اليومية، وبتنتهي هاي المرحلة عادة بإنتانات بولية وتنفسية، وهي بتكون سبب الوفاة عند مرضى الزهايمر. تمام دكتور، إذا بنحكي عن رحلة العلاج، كيف ممكن تبدأ بالمراحل الأولى للمرض، وكيف ممكن نكملها بمراحل الخطرة اللي حكينا عنها؟ السؤال، هل يوجد علاج كامل لمرضى الزهايمر أو مجرد أقراص أو حبوب لحتى تذكر المريض أو تحسن وتنشط الذاكرة؟ الحين نبلش من السؤال الثاني. كعلاج نهائي لا يوجد، لأنه مرض تنكسي مترقي بالبنية العصبية، ببنية الخلية العصبية، فعلاج نهائي لا يوجد له. نحن الهدف بالعلاج دائما أنه نبطئ من تطور المرض، نبطئ من أنه ينتقل المريض المرحلة الأولى للثانية ومن الثانية للثالثة، ونساعد على معالجة المشاكل اللي بيؤدي لإلى المرض. هلا الحقيقة العلاج بنقسم لقسمين، قسم له علاقة بالأطباء اللي هو العلاج الدوائي أو مثل ما قلت الأقراص اللي هدفها هلا بنحكي شو هو، وقسم بتعلق بالأخصائيين أو الناس اللي بدها تعيش مع المريض بحيث إنه تدير حياته بشكل يساعده على القيام بوظائفه اليومية. هلا القسم اللي له علاقة بالأطباء رح نحكي فيها، واحد إنه يكون المريض عنده خطة لإبطاء المرض حسب المرحلة اللي هو فيها. حقيقة لحديت هلا الأدوية كلها بتعتمد، واحد كمثبطات إنزيم الأستيلكولينراز هو بيأخر من التنكس اللي بيصيب الارتباطات بين الخلايا، وبالتالي بحسن الذاكرة بشكل واضح وملحوظ، مثل الممانتين المشهور. وبعض البروتينات اللي كتير بنسأل عنها، مغذيات الدماغ والفيتامينات، عشبة الجينسينج أو الجينكو بيلوبا اللي كتير بنستخدمها نحن ما ثبت فعاليتها أبدا، النوربيون أو فيتامين الأعصاب اللي كمان كتير بنسأل عنها أنه المناخ نعطيه فيتامين أعصاب، كمان ما له دور بالخلايا العصبية المركزية، لأنه هو له دور بالأعصاب المحيطية. اللي بيفيدنا هون بعض البروتينات مثل الكارنتين اللي هو بيدخل ببنية تركيب المشابك العصبية. هاي اللي نحن بنعتمد عليهم كخطة، بالإضافة لمعالجة الأمراض الثانية المرافقة، الضغط، السكر، تصلب الشرايين، لأنه هدول بيؤدوا لاعتلال المادة الدماغية. طيب الشيء اللي كتير بنسأل عنه كمان، أنه نحن ما بيجينا المريض والله عم ينسى، بيجينا المريض أنه تعبنا كتير يا دكتور، لا عم ينام بالليل، عم يعيط، عم يصيح، ما عم ياكل، عم يعني بتبلش تطلع شو الاعراض الهياج اللي عند المريض، واضطراب الوظائف الشخصيه واضطراب الشخصيه تبع المريض، وطبعا مع بعض الحالات النفسيه. يعني في كتير ناس بيجوا في عندهم اذيات نفسيه من المريض الزهايمر اللي صاير عنده، كتير صعب على الانسان انه يتقبل انه ابوه اللي هو بنظره القدوه والشيء الكبير يشوفه بلش يرجع لانسان عاجز وبالتدريج قدامه ويفقد هالهاله اللي موجوده. طيب هون بيدخل موضوع العلاج النفسي، بعض الاقراص المهدئه، مو اي مهدئ بنعطى لهذا العمر لانه ممكن يؤدي لتثبيط تنفس عنده، وبالاضافه لمساعده من الاخصائيين النفسيين. طبعا بنرجع للخطة الأهم اللي هي كتير بتعني، إنه في إجراءات يومية مفروض ياخدها أهل المريض، جوز يستغربوا منها بس هي مفروض دائما تكون موجودة، تتدخل بأدق التفاصيل، بدأ من إنه نحط إسوارة بطريقة مخفية عليها اسم المريض بلون معين، مشان إذا طلع من البيت وصار عنده توهان جغرافي اللي هو بيصير بالمرحلة الثانية يقدر الناس ترجعه وتعرف مين هو. وبتنتهي بأنه لازم ننظم نومه مثل الطفل الصغير اللي تحت عمر السنتين. أي طفل، إذا كل الناس تعرف أنه أي طفل بس تجاوز ما لك ما الله عدى مرحلة نومه صحيح،
ببلش يصير عنده هياج ونشاط وبيبكي نفس الشيء الكبير بالعمر برجع لهي المرحلة الدماغ. بس ما تجاوز مرحلة غروب الشمس بتلاقي بلش تظهر عنده أعراض العصبية وتزيد أعراض الزهايمر. فروض ينام مع غروب الشمس لأنه رح يستيقظ مع شروق الشمس. يعني برجع للساعة البيولوجية الحقيقية تبعه. مشان هيك هون طبعا في هاي التعليمات كلها إلى أخصائيين معينين يساعدوا أهل المريض، وأحيانا بيحتاجوا لاختصاصي تمريض أو اختصاصي طبي يكون معهم لحتى يساعدهم برعاية المريض. نعم دكتور، يعني خلينا نحكي عن أيضا الوصفات العشبية اللي عم يتداولوها العالم هيك كأمل بتحسين ذاكرة المريض أيضا، هل هي صحيحة ولا هل هي بتضر إلى آثار سلبية؟ هلا الحقيقة لك نحن الموضوع العشبي أو الطب الأعشاب كأطباء طبعا نحن ما عندنا مثل ما بقولوا قاعدة بيانات كافية لنقول إنه هذا علميا صح. بتعرفي أي دواء أو أي شيء بدنا نوصفه لمريض بده يكون له قاعدة علمية وبيانات مدروسة ونعرف شو التأثير الإيجابي وشو التأثير السلبي. بس بشكل عام نحن حكينا أي أطعمة فيها نوع من أنواع الخضار بتؤدي لإيقاف عمليات الأكسدة أو التنكس اللي بتصير أو بتساعد في الموضوع. دكتور كمان كتير. طبعا المغنيزيوم موجود في الجوز والمكسرات اللي عم نحكيها، بس ولكن يعني في كتير حتى نحن عنا نعرض علينا بعض الأنواع الخلطات اللي موجود فيها من المكسرات و بس للأسف إن اكتشفنا أنه فيها نسبة دهون وكوليسترول نتيجة خلط هاي المواد مع بعضها كبير جدا، وعم تنعطى عم تتسوق بشكل خاطئ انه نحن هاي بتؤدي للشفاء من الزهايمر. احنا بنقول لا يوجد شفاء من آلية تنكسية، يعني هذا مرض يرتبط بالشيخوخة، بالتالي نحن عندما نقول انه نشفي من الزهايمر معناته عم نقول انه نحن قدرنا نعكس عملية الشيخوخة، ولحد الآن حاليا لا يوجد هذه الإمكانية. ان شاء الله بالقريب العاجل أمل بالخلايا الجذعية ممكن تعيد تنشيط الخلايا العصبية. أكيد دكتور استمتعنا كثير بالحديث معك، ويمكن كثير من الأسئلة المهمة وحتى الاعتقادات الخاطئة اللي منتشرة بشكل كثير كبير قدرت تصحح لنا إياها. شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور، وإن شاء الله محضر سيبو زهر إن شاء الله. على أمل. شكرا لك دكتور.